یەکەم وجبەی حاجیانی ماڵی خوا لە پارێزگای هەڵبجەبەرە وڵاتی سعودیا بۆ بەجێهێنانی فەریزەی حاج بەڕێکەوتن. ئەم گەشتیارانەی ماڵی خوا لە ڕێگەی وشکانیەوە دەچنە سعودیا. سپاس بۆ خوای گەورە کە وایمەی بەسەر کردەوە بۆ فەریزە حاجە. خوای گەورە بکا بەقسمەتی هەموو مسلمان. ئێمە زۆر دڵخۆشین بەم بۆ فەریزە حاجە و یوادانی بێتە قسمەتی هەموو مسلمانی. منم 15 ساڵی بێتە ئەیسەر حەزم لە ئەمرە و حاجە. انا والله الاخوه بزابي عمريك مكلوه ايش داوم لاخوي غورك ايش حد يكر بنسيبه براسيه ما سفرك روحيه ايمانيه درونيه جستيه بهموش شويكو حزب خوشيك زور زور اواني سفر حاج بجدين اندلين چندين سالا بيوايو سفر بيروزه دجين حولاتك دليت دواي 20 سال اواتك هات ديو سفر حاج انجام ددات والله الاخوه بزي همو مسوا خو مسوا بزاني ان شاء الله امي دائما لبرنامج تي ودعاي بوكا هولي بودا ان شاء الله ام بو بي سال بزاس دوام كدو ل 2007 نو سيوما خو نو سيو بو حج او ام سال 2004 در شو زور زور يعني تل ما خو لا ما خوش تجي تي واش سيغناو اما زو زاد الخوش يعني الحمد لله اخويا غوري ام فاز غوري داو بيما ام شو نيكلو بنسيما ان شاء الله برونو باستاني برونو بينو ان شاء الله اخويا غير ما ناسانكا اما يما وكو بايك لا كان اسلامي بين ام حاج كردني كامريكين يعني شون نيوج كردن وشون روجو كردن زكاة ما انا كا بايكن اما حاج بايك لا بايكان اسلامي مش وكو بايكان يبين همو كان جاكار وكان جبرون وفيلي او سمن بخوي ناتوانم ساندك ما بان ناتوانم ارشي وكان جبرو وكان جي ان شاء الله حموش لي اتواني يا رمتي خرب بۆکە سوکاری بکە باز ئیتر تەوا تا ئەتوان وەگەنجی بڕۆن. ئەمساڵ لە پارێزگای هەڵەبجە 139 کەس سەفەری حاج ئەنجام دەدەن. 66 کەسیان لە ڕێگەی وشکانی و بە ڕێگەی ئاسمانیش 73 کەس. لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش 4685 کەس بۆ وڵاتی سعودیا گەشت دەکەن. 700 کەسیان بە ڕێگەی وشکانی و 2985 کەسیش لە ڕێگەی فڕۆکەوە گەشتەکەیان ئەنجام دەدەن. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.